فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على شخص زكاة ولم يخرجها ثم مات هذا الشخص، فهل أولاده إذا قاموا بإخراجها هذه الزكاة هل تبرأ ذمة المتوفى؟ إذا كانت له تركة تخرج الزكاة من تركته لأنها دين عليه، والدين يبدأ به قبل المواريث وقبل الوصية، يبدأ به الدين، فهو أول الحقوق المتعلقة بالتركة بعد تجهيز الميت. الدين مهم جدا. أما إذا لم يكن له تركة وأرادوا أن يتبرعوا ويبرئوا ذمة ميتهم، هذا من البر به ومن الإحسان إليه حتى ولو كان ليس قريبا لهم. نعم.